عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم عجبت لكم فيديو جديد وصفه جديده. اليوم غادي نشارك معكم واحد الكيك رول اولا سويس رول الاقتصادي دون كريمه سائله اولا كريم شونتي، اللي كيجي بسيط وبلا بلا ياغورت بلا حليب بلا زيت، اللي كيجي اقتصادي وسهل سهل سهل. ندوزو المقادير وطريقه التحضير في نفس الوقت. هنا كما كتشوفوا اول حاجه في هذا الاناء غادي ندير هنايا عندي 4 الحبات ديال البيض يكونوا بحراره المطبخ. غادي نشارك معكم هذا الجينواز الاقتصادي راه ما فيها لا زيت لا حليب لا ياغورت. 4 البيضات وعندي هنايا واحد 100 غرام ديال السنيده باولا كاس بعبر كاس العنبه ما عامرش 100 غرام. وعندي هنا واحد 2 ساشيات ديال الفاني اولا 2 ساشيات هكايا اللي منكيين بالفاني، سكر سنيده وقبيصه الملح. وغادي نجيب الباتور ضروري هكايا باش هاد لا جينواز ديال هاد سويس رول اولا كيك رول ضروري خصنا نطربو البيض مع السنيده حتى كيضاعف الحجم ديالو كيولي بيض هكايا الخليط. كنضربو مزيان هكا بهاد الباتور. غادي نخلط ونرجع معكم. صافي هنايا من بعد ما طربت البيض مع السنيده حتى كيولي ليا بحال هكا على هاد الشكل، هذا هو الخليط ديال لا جينواز كيولي بحال هكا. كنخلطو كيولي كريمي وكيتقال وكيولي ابيض. هذا هو النجاح ديال لا جينواز باش كتجينا هكا بحال ديال المحلات. صافي دابا كنحيد الباتور وهنايا عندي الطحين عندي 120 غرام اولا كاس قل ربع غادي نديرو دفعات وانا كنخلط ما نديروش هكايا في دقه. عندي هنا واحد المعلقه صغيره ديال الخميره ديال الحلوه اولا بيكن باودر معلقه صغيره باش كتخلي لنا كتساعدنا كيجينا لا جينواز خفيف. غادي نجيب دابا غير هذا الفوي اولا الخلاط اليدوي ونخلط بحال هكا من التحت للفوق بحال هكا على هذا الشكل. وندير بحال هكا كنحرك بحال هكا دائريه على هذا الشكل. صافي كنبقى حتى كنضيف الطحين كامل اللي عندي هكا. صافي هنايا من بعد ما ضفت هذيك 120 غرام ديال الطحين اولا كاس وربع بكاس البعبر كاس العنبه هكا. صافي من بعد ما خلطت مزيان كما كتشوفوا على هذا الشكل كندخل ديك الكميه ديال الطحين غير بحال هكا. هذا هو القوام كيجي بحال هكا على هذا الشكل. صافي دابا غادي نقص واحد شويه غندير معكم واحد الطريقه في هاد سويس رول ما غاديش نحتاجو نزينوه من الفوق. غادي نزينوه بالكيك ديالو نيت بال يكون تزين به فيه ما غاديش نزينو هكا بشي كريمه باش يبقى اقتصادي. غادي نهز واحد الكميه تقريبا واحد 2 معالق ديال هاد الخليط. غادي نزينو بحال الشكل ديال النمر اولا ديال الزرافه. درت هنايا واحد معلقه صغيره ديال الكاكاو المر معلقه صغيره وغادي نخلط. الى جاكم هكا ثقيل زيدوا لي واحد شويه ديال الحليب. صافي هذا هو الخليط اللي غادي نزين به لا جينواز ديالي في الخليط نيت ديالو كما كتشوفوا بحال هكا على هذا الشكل. هي معلقه صغيره اللي كتعطينا هذا القوامه. صافي دابا غادي نجيب اللاطه اللي غادي ندير فيها لا جينواز. وهاد الوقيته كنكون شعلت الفران كيسخن. جبت هاد اللاطه كما كتشوفوا كبيره راه فيها هنا 30 وهنا 40 كبيره. هاد اللاطه راه كبيره. فرشت ليها ورق الزبده ولصقتها هكا بالزبده باش تجيني لاصقه. غادي نجيبوا هاد الخليط بحال هكا على هذا الشكل وغادي نهز واحد الكميه كما قلت لكم غنديروا بحال الشكل ديال منمر هكا يا لا جينواز اولا لا شكل ديال الزرافه. غندير واحد النقيطات وانا غاده بحال هكا. صافي هنايا من بعد ما درت لهم هاد النقيطات ديال الشكلاط كما كتشوفوا بحال هكا على هاد الشكل. دابا غادي نجيب الخليط اللي درنا ديال لا جينواز غادي نخويه فوقها بحال هكا.
صافي. من بعد ما كنخوي الخليط عيب شويه هكا، ما نحاولوش نوركو عليه باش ما نخسروش في التحت النقيطات ديال الشكلاط مع البيض. عيب شويه بحال هكا نقادهم غير شويه هكا من الفوق، تنساويها مع اللاطه بحال هكا غير بشويه باش ما يترونش لينا الخليط. صافي علي. من بعد ما قديتها في اللاطه دابا غادي ندخلها للفران، غادي نقصو عليها الفران ونخليوها طيب من 10 دقائق حتى 12 دقيقه. ما كنخليوهاش بزاف في الفران حيت الخليط راه غير كميه قليله ودغيا كطيب لينا لا جينواز دغيا كطيب. ما كنخليوهاش بزاف باش ما تحمرش لينا بزاف وتجي قاصحه يابسه. غادي نخليها من 10 دقائق حتى 12 دقيقه، نقصو عليها الفران من بعد ما طيب ونخرجها ونكمل معكم في التحضير ديال هاد الكيكلور. هنا هي لا جينواز ديالي من بعد ما خرجتها من الفران، كما كتشوفوا هي من بعد ما طابت راه خفيفه هشيشه، ها نتوما رطبها. دابا غادي نحيدها هكا من هاد اللاطه ونحطها، غادي نحطها هنا وغادي نحاول نحيد لها من الجنيبات هاد ورق الزبده. ها نتوما كيفاش كتجي، كتنشف واحد شويه هكا من الجنيبات على حساب الفران، ولكن من الداخل هكا راه رطبه. ها نتوما كيفاش كتجي رطبه وخفيفه. غادي نغطيها ونخليها هنا حتى تبرد، غنغطيها بواحد الزويف وغندوزو باش غادي نوجدو الكريمه اللي قلت لكم اقتصاديه، بلا كريمه سائله، بلا كريم شونت، واحد الكريمه اقتصاديه باش غادي نزينو. غندوز معكم مباشره المقادير. هنايا غنجيب واحد الكاسرونه غادي ندير فيها كاس ديال الحليب بابا، كاس ديال العنب عامر كما كتلاحظوا، كاس عامر ديال الحليب. وهنايا ما بقاش ليا السنيده، درت سكر كلاصي، درت تقريبا واحد المعلقه كبيره، اولا كديروا معلقه ديال السنيده، انا غير ما بقاش ليا داكشي اللي بقى ليا درته في لا جينواز. وهنايا عندي واحد المعلقه كبيره ديال الكريم باتيسري، معلقه كبيره، وهنا معلقه كبيره ديال الكاكاو المر. غنديروا هاد الكريمه بالمذاق ديال الشكلاط وغتجي كيف اللون ديال الشكلاط. صافي غادي نشعل على البوطه ونحركها. وغنديرها فوق البوطه تغلى ليا ومع التحريك المستمر حتى تغلى ليا كامل الكريمه. عاد غنزيد واحد المعلقه ديال الشكلاط ديال الدهن اولا قطع ديال الشكلاط طالما ما نتوفرش بلاش. صافي هنا من بعد ما عقدت ليا الكريمه غنطفي عليها البوطه، ها هي كيفاش كتجي كريمه ديال الشكلاط اقتصاديه. هنا غادي نزيد واحد المعلقه ديال الزبده صغيره باش كتعطينا داك اللمعان في الكريمه وكتجي كريميه. وهنايا كما قلت لكم هاد المعلقه صغيره ديال الشكلاط ديال الدهن. صافي غادي نحرك في هاد الحراره ديالها باش كتعطينا داك اللمعان كتجي كريمه لذيذه. هيا صافي غادي نخليها هنا جانبا وندوزو باش غادي نقادو لا جينواز نحيدوها من ورق الزبده. هنا صافي من بعد ما بردت ليا لا جينواز، هانتوما راه بارده، غادي نجيب واحد الورق الزبده وغادي نقلبها فيه باش نحيد ليها هاد ورق الزبده من تحت. على كاع هاد الشكل هانتوما كيفاش كيجي الشكل اللي درنا في الاول ديال داك الشكلاط الكحل كتجي بحال هكا. صافي غادي نحاول نحيدو غير شويه بحال هكا. صافي هنا من بعد ما حيدتها وقلبتها عاوتاني على الجهه الاخرى اللي غادي نديرو فيها الكريمه، غادي نحاول نحيد هاد الجنيبات هكا من نحيدو ونقطعهم بالموس حيت يبسو هكا جاو شويه قاصحين، غادي نحيدو. صافي هنا من بعد ما قطعت لا جينواز هانتوما كيفاش كتجي، راه كتجي خفيفه هشيشه. صافي غادي ناخذ هاد الكريمه وغادي نخويها مباشره وهي سخونه بلا ما نسقيوها بلا والو، راه الكريمه غادي تسقيها، الكريمه هكا ماشي ثقيله. هانتوما كيفاش كتجي الكريمه، كتجي بحال هكا وكتجي لذيذه. صافي غادي نخويها على نزينها بها، مهما زينا دوك النقيطات ديال الشكلاط غنديرو فيها في الوسط الشكلاط غتجي زوينه واقتصاديه.
صافي. من بعد ما خويت هذيك الكريمه كامله اللي درت معكم داك المقادير داك الكاس ديال الحليب كله خويته مع هاد الكريمه نتوما، ما خليت فيها والو بحال هكا على هاد الشكل. صافي باقا سخونه الكريمه، ولا بغيتوها كتزيدوا شي حاجه من الداخل شي مكسرات اولا شكلاط هكا اللي بغيتوا تزيدوا كتزيدوا. صافي كناخذ لاجينواز ديالي وغادي غير بشويه هكا نلويها كما قلت لكم كيكرول نلويها بحال هكا على هذا الشكل، وكتجينا مزينه راسها بهاد النقيطات اللي درنا فيها ديال الشكلاط. صافي غير كنلويها هكا بشويه وكنجمعها بحال هكا نتوما بحال هكا على هذا الشكل، وانا كنلويها صافي بحال هكا على هذا الشكل. هانتوما كيفاش كتجي. غادي نحاول نجمعها في شي بلاستيكه وغادي ندخلها حتى تبرد ليا في الثلاجه. صافي جمعتها في هذه البلاستيكه وغادي ندخلها للثلاجه حتى تبرد ليا مزيان تعقد ديك الكريمه، عاد ندوزو باش غادي نشوفو الشكل النهائي ديالها بحال هكا على هذا الشكل. غنديرها في الثلاجه لتحت ماشي في الفريكو ونخليها حتى تبرد. هنا هو الكيكرول ديالي من بعد ما برد كما كتشوفوا. دابا غادي نقطعو معكم ونصايبوها هكا في واحد الكوريطات. دابا غادي نجيب الموس وغادي نقطعها كما كتشوفوا راه مزينه راسها. ولا بغيتوها كديروا من فوقها شويه ديال السكر كلاصي تزينوها به، اولا تدهنوها بشويه ديال المربى وترشوا عليها الكوك ولا المهم. انا غنخليها بحال هكا راه مزينه راسها. غادي نقطعها يمكن لكم هكا يتحيدوا هاد الجوانب بحال هكا في الاول باش كتجي مفينيه بحال هكا على هاد الشكل. هانتوما كيفاش كتجي كتجرولي ومقادة وديك الكريمة متماسكة فيها. غادي ناخد كويطات بحال هكا ديال الكاب كيك وغادي نحطهم فيها بحال هكا على هاد الشكل بحال اللي كيتباعو في المحلات، اقتصادي وسهل هكا. صافي غادي نحطهم هكا فواحد الطبسيل ونقطعهم كاملين نفس الطريقة. هنا صافي من بعد ما قديتهم في هاد الكويطات هانتوما كيفاش كيجيو الشكل ديالهم، كيجيو رائعين. كتجي في وسطهم ديك الكريمه، كتجي ديك لاجينواز خفيفه هشيشه، وكيبقاو اقتصاديين وشي حاجه ديال الدار نفرحوا بها كي العائله الوليدات. هانتوما كيفاش كتجي لاجينواز راه كتجي خفيفه هشيشه وكيجيو رائعين. هذا هو الشكل النهائي ديالهم. راه عطوني سبعه الحبات كما كتلاحظوا كما كتشوفوا سبعه الحبات، وهذه اللي قطعت في الاول. هانتوما كيفاش كيجيو. هذا هو الشكل النهائي ديالهم، نتمنى يعجبكم وتجربوهم، وما تنساوش تشتركوا معايا في القناه وتدعموني باش يبقى يوصلكم كل جديد وبصحه.